قد سمعتم بحياتكم ان شركه الطيران تلغي رحله لان الطيار زعلان؟ تساؤل وضعه احد هؤلاء المواطنين العالقين في الخرطوم بسبب تاجيل رحلتهم لاكثر من 10 ايام. مئات العالقين فيهم المرضى والطلاب والعائلات يتجمعون امام مكاتب اليمنية في اكثر من مدينه منتظرين ان يكف المسؤولون اليمنيون عن الاستهتار بمصالح المواطنين وينتظموا في تسيير الرحلات من والى اليمن. بالامس التقى رئيس هيئه الارصاد اليمنية نظيره السعودي في الرياض، وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الجانب السعودي وعد بتقديم الدعم اللازم للطيران المدني. صباح هذا اليوم تم وصول 4 ناقلات محملة بوجود الطيران قادمة من المملكة العربية السعودية بكمية 144,000 لتر. ابتدأ هذا الدعم بوصول 4 قاطرات من وقود الكيروسين مقدمة من الجانب السعودي بحسب تصريح ناصر شريف نائب وزير النقل. الدعم الواصل لمطار سيئون يمهد لاستئناف عمل المطار بعد توقف دام 2 أسبوع. يبدو أن المسافر اليمني هو الأكثر معاناة على الإطلاق، فبين أسعار تذاكر صنفت بأنها الأغلى حول العالم وفق مستواها، وبين مواعيد غير منضبطة يصل التلاعب فيها إلى عدة أيام. أما معاناة اليمنيين في الداخل للوصول إلى مطارات عدن وسيئون فهي قصة أخرى، إذ يقضي المسافرون القادمون من صنعاء أو أي مدينة أخرى ساعات طويلة تصل إلى 20 ساعة للوصول إلى مطار سيئون أو عدن، فضلا عن العراقيل الإضافية في نقاط التفتيش من قبل السلطات المختلفة. ويظل السؤال الملح لجميع اليمنيين، متى ستنفرج أزمة الطيران وتفتح المطارات ويتم كسر احتكار الطيران اليمنية المستغل لعدم وجود شركات تجارية منافسة؟ وهل يمكن أن تساهم الوعود السعودية بالدعم في تفعيل خطوط الملاحة الجوية وانضباط الرحلات وتقليل أسعارها الباهظة؟